هل واحد القضية جوج حوايج نقول دو بوين ايسونسييل. اولا حنا ما جبناش 17 لعاب هكاك وما زيناش على اللعاب باش ما يكونوش غالطين. انا جيت لجيش 11 لاعب غادرت النادي لعدم امضاء العقد، ما بغوش يستناو يمشيو بحالاتهم. دونك جيت لقيت 7 لعابه بدون حراس بدون دفاع بدون هجوم. دونك الحمد لله بكل تواضع بلي كونيسيون ديالنا جبنا لاعبين كبشتهم لهم دي جون اللي فيهم واحد 4 ولا 5 ما بقوش بغاو فريق صغار دي جون. دونك انا ويسي دو كري اون موجينتي دو جروب فهاد الفيكسيو هذا كما قلتو ما كتعرفوش اللعاب يلا علي بعمر وبعيو يمكن عميمي لي زوت سي دي جون. دونك الحمد لله توفقنا. ولو دوزيام بوين شي وحدين ما نقولش انا داك يعني ما تيشربش نقول الاسم ديالو اللي كتب مؤخرا انني تغديت مع مسؤوليه الوداد وانني وبخلق البلبله تنقول واخر ما نقولها لان كل سنه الوداد تخرج هذه البلبله. انا سي با لو جون عندي مبادئي وعندي شخصيتي وعندي كرامتي وما كنغدرش الامانه وما عمرني غدر شي فرقه. والوداد الفريق ديال الام كنبغيه ولكن في المقابل سي بروفيسيونيل 100% اي ميرسي.